السؤال الأول، ما هي أكثر ثلاث نقاط قوة بالنسبة لك؟ What are your three greatest strengths؟ بداية أشكر كل من اشترك كتاب إدارة رأس المال البشري كيف تحول موظفيك إلى خلية نحل. الذي لم يشتري هذا الكتاب بإمكانه أن يزور موقع hrd.goro وأن يعرف مكان وجود هذا الكتاب. هذا ثروة، كنز، فيه معلومات قيمة جدا جدا جدا، ستسرون بإذن الله بها. وأيضا أشكركم على الاشتراك في موقع hrd.goro. عندما تدخل إلى الموقع ستجد هناك مربع يطلب منك أن تدخل اسمك وبريدك الإلكتروني. عندما تضعه ستصلك هذه الحلقات متتابعة. في كل حلقة سيكون هناك واحد من أهم أسئلة المقابلات الوظيفية والطريقة النموذجية للرد عليها، وأيضا معلومات هامة جدا وثمينة حول إدارة رأس المال البشري. أسئلة المقابلات الوظيفية، وراء كل سؤال هناك غاية، هناك سبب. هذا السبب إذا عرفه رب العمل أو عرفه الموظف أو المتقدم للوظيفة ستسهل عليه الإجابة. ما هي الغاية من السؤال؟ هذا هو محور ما سنقوم به خلال حلقاتنا القادمة، حيث سنطرح أهم الأسئلة وأشهرها عالميا في المقابلات الوظيفية. ما هو الغاية من هذا السؤال؟ وما هي الإجابة التي ننصح أن تجيب بها؟ ما هنعطيكم كلام حرفي، هنعطيكم طريقة صياغة الإجابة بشكل أنك أنت تكيفها على حسب النولج والأبلتي والسكيلز، معرفتك وقدراتك ومهاراتك اللي أنت تمتعت فيها حتى تقدر تسوق نفسك وتبيع حالك لصاحب العمل. السؤال الأول، ما هي أكثر ثلاث نقاط قوة بالنسبة لك؟ What are your three greatest strengths؟ ما هي أكثر ثلاث نقاط قوة بالنسبة لك؟ هذا واحد من أكثر الأسئلة المتكررة في مقابلات العمل. مسؤول العمل أو التوظيف عادة ما بيهتم بمعلومات محددة أو جواب هو ينتظر أن يسمعه منك. لو كان ينتظره كان سألك عنه. بدلا من ذلك فإنه يريد أن يرى ثقتك في نفسك، معرفتك لقوتك الشخصية، معرفتك هل أنت عندك ثلاث نقاط قوة أو تعرف ما هي نقاط قوتك، أو تعتقد أن هناك نقاط قوة بإمكانك أن تضيفها للعمل وتستثمرها. بعبارة تانية، أنت في هذا الموقف بإمكانك أن تكرر الإجابات النموذجية، مثلا قدرتك على التعامل مع الناس، الخبرة الفنية العالية، الدقة، الموثوقية اللي هي موجودة في شخصيتك. ولكن يجب أن تجسد طريقة إجابتك بشكل يجعلك تتميز عن كل من أجاب على مثل هذا السؤال من المرشحين الآخرين. فبعبارة أنك فيك تقول أنت أكثر ما يلفت نظر مدرائي إلي حبي لمهنتي، افتخاري بها، اعتزازي في عملي، مهارتي في التواصل مع من حولي حيث يصفني متعاملون بأنني مستمع جيد، قادر على توصيل المعلومات بدقة ولطف وهدوء، كنت حسن الخلق مع كل من تعامل معي، شغفي بتنظيم مكان العمل، مهامه، أوقاته، تلهفي لإنجاز المهام على أكمل وجه ومتابعتها حتى النهاية. فيك تقول له إن شاء الله ستجد أنني واحد من أكثر الأشخاص الذين تستطيعون الاعتماد عليهم، حيث يمكنكم الاعتماد علي في السراء والضراء وأوقات الشدة لدعم استمرارية العمل وإنتاجيته ومساعدة زملائي في العمل.